إذن الهدف الأول هو how to form the present continuous tense. الهدف هو أول الهدف إذا كيف سأشكل زمن الحاضر المستمر. وطبعا بالحالات الثلاثة اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف والكويشن كيسز. الحالات طبعا اللي حكينا عنها الإيجاب والنفي والسؤال. طيب خلونا نأخذ هلا مثال أو هيك جمل. نعم مين بيقرأ لي الجملة هلا تحت هون الصورة اللي شايفينها؟ وفي عنا مجموعة جمل بدنا نستنتج هلا القاعدة بدنا نعرف إذا متى نستخدم الحاضر التام present continuous. ما هي الكلمات التي تأتي مع present continuous من خلال هذا المثال؟ نعم إذا مين بيقرأ لي أول جملة؟ تفضل يا أمية. I am working. They broke now. I am walking in the park now. I am walking. شو عم بيقول هذا مثلا؟ أنا أمشي in the park في الحديقة now. في الحديقة. Now ما معنى now؟ الآن. الآن أمشي في الحديقة. نعم. أنا أمشي في الحديقة الآن. I am walking in the park now. لاحظوا الفعل I. بعدين شو ضفنا am. Walking الفعل walk لحاله يمشي. Walking أنا أمشي in the park في الحديقة now الآن. الجملة الثانية طيب نقرأ من كفة. نعم استاذ. غزالة تفضل. يس غزالة. استاذ he is walking in the park today. Yes today. He is walking. هلا غير نحن بإيش؟ بالظروف وبالضمائر. الجملة ثابتة تقريبا. نعم. He is walking in the park today. هو يمشي اليوم. Today. اليوم. طيب الجملة اللي بعدها. نعم استاذ. You are walking in the park this morning. We are not walking in the park this morning. Are they walking a story in the park this morning? Excellent. أحسنتي. إذا أنت قرأت هلا آخر فقرة، الفقرة الأخيرة. نحن كان بدنا تقرأ الفقرة الثانية. She is not walking. نرجع للفقرة الثانية. أحسنتي. الفقرة الثانية هلا عن she هي. تفضل يا ريم. يس ريم. انتبهوا هلا في عنا نفي هلا. الجملة الثانية يس نفي. تفضل يس ريم. She is not walking in the park at the moment. أحسنتي. She is not walking in the park at the moment. She is not walking in the park at the moment. إذا هي لا تمشي في الحديقة الآن أو at the moment هذه اللحظة. في هذه اللحظة. نعم في هذه اللحظة. الجملة الأخيرة هلأ بالرقم 2 الفقرة الثانية. يس يس روبا تفضلي روبا. Is it walking in the park at present? Very good. أحسنتي. Is it walking؟ هل هي تمشي مثلا أو إن هل هو يمشي مثلا عن الكلب أو عن الحديقة عن القطة إلى آخره يعني غير عاقل. Is it walking in the park at the present؟ هل هي تمشي في الحديقة at the present أو at the present؟ Yes. في الوقت الحاضر at the present. At the present في الوقت الحاضر. هلا الرقم 3 قرأتها طبعا. نعم إسراء. You are walking in the park this morning. أنت تمشي في الحديقة هذا الصباح. We are not walking in the park this morning. نحن لا نمشي في الحديقة هذا الصباح. Are they walking عفوا ستوري هون ما في داعي نحذفها. Are they walking in the park this morning? هل هم يمشون في الحديقة هذا الصباح؟ هلا شو عم بيصير هون بالجمل؟ مين بيعرف؟ شو عم نضيف نحن أول شيء؟ الفاعل الجمل كيف شكلناها نحن والأفعال شو منضيف لها؟ مين بيجاوب لي على السؤال؟ يعني شو فهمتوا من هاي الجمل؟ أضفنا للفعل ing. نعم أحسنت. وحطينا كلمات زمنية في آخر الجملة. ممتاز أحسنت. أضفنا ظروف يعني بنهاية الجملة تقصد. أضفنا للفعل ing. أحسنت ممتاز. إجراء نعم. هيك وشي ضفنا كمان قبل الفعل. شو ضفنا كمان قبل الفعل؟ فعل مساعد. فعل مساعد ولا فعل قبل شوي سميناه شو هو؟ أمو إز وآر. فعل الكون. أحسنت فعل الكون. أمو إز وآر هدول أفعال كون. أحسنت. إذا أمو إز وآر أفعال كون. نعم ممتاز أحسنت يا عبد الله. ممتاز أحسنت. نحن كيف شكلنا النفي هلا؟ سؤال كيف شكلنا النفي؟ بدنا مشاركة تاني. نعم يسرا تفضل يا رند. هجاوب أنا أستاذ؟ تفضل يا رند يسرا. أستاذ حطينا أداة النفي not بعد الـ am is are. ممتاز. وبس السؤال. نعم السؤال بس بين الفعل والفاعل.
نعم. ممتاز أحسنتي. إذا أضفنا نط للأم وإز وآر انتفت الجملة، وفي حالة السؤال استبدلنا الفاعل بفعل الكون، يعني بدل الشي إز مثلا إز شي، إت إز مثلا إز إت ووكينج إلى آخره. تمام. إذا هكذا نحن صغنا النفي وشكلنا السؤال، وأيضا أعطينا الجملة عادية. طبعا هي هذا الزمن لبريزنت كونتينوس أسهل بكثير من الحاضر البسيط، مثل ما شفتوا بالحاضر البسيط من حط دو أو داز، ودنا رد فعل للفيرب 1 وهكذا. أما هون بيتم الفعل ونضاف له ING بكل الحالات. نعم. إذن هلا هيك بنكون تمام. طيب إذا وصلنا هلا لنتيجة الأكتيفيتي 2، نشاط ثاني هلا أو القاعدة. فينا نحكي هلا نقول use الاستخدام و use the present continuous to talk about actions happening now. إذا نستخدم الحاضر المستمر الحديث عن أعمال happening now تحدث الآن، والعمول هم يمشون في الحديقة الآن إلى آخره، هو يمشي أو هذا شو عم يحدث الآن. إذا هذا بالنسبة للاستخدام present continuous. طبعا الاستمرارية ممكن تطول. تمام. يعني مثلا إذا أقول أنا أكتب كتاب أو ألف كتابا هذا الشهر، هذا لا يعني أنه أنا مثلا طوال الليل والنهار أنه I am writing a book this month مثلا، عبألف كتاب يعني ليلة النهار، لا يعني ممكن طول هذا الاستمرار الفعل المستمر شهر سنة إلى آخره. add verbs of الظروف هدول بدون حفظ، اللي هي الكلمات this هذا now الآن، add the moment هذه اللحظة، today اليوم، add present في الوقت الحاضر. بنلخص القاعدة. نعم. القاعدة إذا مثل ما كنتم شايفين هلأ الآي بتاخد أم والنفي منها أم نط. نعم. الهي والشي والإت بياخدوا إز والنفي منها اليو والوي والذي آر والنفي آر نط. رح ناخد نحن تطبيق حول هذا الزمان وبعدين ناخد وظيفة في نهاية الدرس إن شاء الله. إذن فورم أخيرا الشكل. إذن الشكل شكل الجملة مما يتألف. الفورم إذا شكل الجملة مما يتألف from subject زائد am و is و are زائد verb 1 زائد ing زائد complement. ممتاز أحسنت. إذا subject الفاعل زائد am أو is أو are واحدة منهم، يعني حسب شو؟ حسب الفاعل ال I am هي شيء it is وهكذا، زائد verb مع ing. الverb ملتصقة بال ing، ملتصقة بالفعل، يعني play يلعب playing، read يقرأ reading، منضيف مباشرة ال ing للفعل، زائد تتمت الجملة. نعم.